ديروا دي تاكسي ديروا مرحبا بكم نعيط لك انا يعني نشكر المغاربيه لالف مره لالفين مره لالاف المرات نشكرهم يراهم يتكلموا المعاناة تاع العائلات المخطوفين في الجزائر. يوم 26 ماي هذا لو جاي الأحد المقبل العيد الأم العيد الأم اللي راهي تنعطرش في التاريخ في الجزائر. الأم المخطوف زوجة المخطوف أو بنت المخطوف يعني مدت الدرس ومدت الجزائر الدرس النضال تاعها السلمي في مطالبة الحقيقة. الحقيقة يوم اليوم ولا غد نطالبوها يوم وغدا حتى نموت نموت وحنا ينوضوا ولادنا يطالبوا الحقيقة. هذا هو المنطق تاع الأم المخطوف يعني ما ننساوكش يا أمي يا أختي يا الزوجة احنا ما ننساوكش. هذا مطلب تاعك الشرعي الدولي والدستوري والحقيقي الى الابد الحقيقه والعداله للاهالي المخطوفين وبارك الله فيكم.